نفتح الكروت. افتح الكروت. نفتح الكروت، دي فيها حاجات حلوه قوي. انت عارفها؟ لا قالوا لي ضحكوا عليا. طيب يمين ولا شمال؟ يمين. نبدا باليمين. اتفضل يا كابتن حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت مع احمد سليمان. لا حضرتك يا رائع، ما اعرفوش. كنت مع مين قبل ما تيجي الحلقه؟ كنت مع احمد سليمان. كنت مع كابتن احمد سليمان واحمد حسن. حلوه القعده دي. دي قعده كاس امم لذيذه. احنا على طول بنقعدها يعني. دي قعده كاس امم دي. باستمرار يعني. طبعا. طيبين الذكر دائما يا الله يخليك. حط ده فين بقى؟ حطه بقى جنبك. على جنب في اي حته. خد من الشمال. تعشيته بس ولا ما تعشيتوش؟ لا عشان احمد سليمان. كابتن احمد حب المشاوي. كابتن احمد. ايوه مشاوي صح. انا عارف كابتن احمد حبيبنا. مين بلغ ميدو بقرار استبعاده من منتخب مصر قبل كاس الامم 2008؟ حلو. انا اصلا لا احكي لي. كان عندنا مباراه وديه، اخر مباراه وديه، وبعد كده هنعلن الاسماء، فقلنا اللعبه تروح وهنبلغها بالتليفون. لا قول لي، قول لي الحوار. كنا مسافرين بعديها على طول تقريبا الامارات. نطلع من الامارات على انجولا. هايل. على مش 2008 غانا. لا 2010 دي. 2010 مش 8. 2010. هي مكتوبه غلط. هي المفروض 2010. غلطه مطبعيه. 2010. انا كابتن حسن اختار ان انا اللي ابلغ ميدو تحديدا. حماده انت هتبلغ ميدو ان هو مستبعد. طبعا بدون اي يعني ما تقدرش تقول اسباب الاستبعاد ايه، انت ازاي توصل له اللي هو مستبعد. طبعا يعني انت بتقول له انت مستبعد وبس. بس ما بتقولوش كمان السبب. ففي مساحه بينه وبين ميدو اللي انا اللي انت هتقول له، بس يعني ايه تفهمها له بالراحه. يعني في لعيبه انا بحبهم كلهم طبعا. ويمكن زي اخواتي الصغيرين. وفي يعني ممكن تكون صداقه بتاع. يعني رحت ميدو قبل كده لندن وبتاع، وميدو اصلا من وهو صغير اصلا عقليه ناضجه يعني قوي قوي، فتعرف تتكلم معاه من زمان يعني. تعرف تتكلم مع راجل لراجل زي ما بيقولوا. ما كانش لاعب صغير يعني. طبعا اسم كبير، كان محترف وقتها يعني. انا زمان كنت منتخب الشباب. انا وطاهر وزيت رحنا كاس العالم في استراليا وبتاع. فكان في قرارات برضه، انت عارف الشباب وطيش وبتاع، ففي قرارات بتتاخد، فكانوا يسمعوني كنت اتكلم وبتاع. فطاهر قال لي لا انا شاكك فيك، انت مش سننا، انت اكبر مننا. صح. ميدو كده. ميدو ناضج، وميدو بيتكلم في كوره كويس قوي من زمان. بس طبعا موضوع تقيل. قالوا يا ميدو طبعا ميدو. هي صدمه ليه؟ انت ميدو لاعب المباراه الوديه معاك يعني. وفي ناس ما لعبتش. ومسافرت. ده لعب وكان كويس، مش وحش يعني، كان شغال يعني، مش وحش. فتقول له انت لا انت مستبعد، هو مستوعبش الكلام يعني. قالوا ميدو انت مستبعد. فطبعا في المكالمه طبعا ازاي تقدر تمص اللعيب وتهديه وبتاع، بس طبعا هو كان سير قوي. سير قوي وما ينفعش. وازاي ميدو بيلعب فين وقتها؟ في 2010 كان ميدلس برو ولا كان لسه كان تقريبا ميدلس برو. تقريبا. لا ميدلس برو. بس فعدت الحمد لله. طب ليه بقى كان وقتها مستبعد؟ خلاص اللي فات مات بقى خلاص يعني، كان دخل. لا بص، هي بص هل اسباب شخصيه اخلاقيه؟ لا خالص. فنيا كان ميدو اسمه ميدو يعني. لا انت بتقعد مثلا خلاف عليه، بتاخد قرار جوه يعني. كابتن حسن بيقعد معانا وشوقي احمد سلمان، بنتكلم في الامور كلها، والقرار بيطلع. القرار كلنا متحملين مسؤوليته. مش هقدر اقول مين قال لا ومين قال انا اصلا مش عايز اعرف مين اللي كان صاحب القرار. ما خلاص انتوا جهاز فني اخترتوا. كلنا صاحب طبعا. اصحاب القرار. ليه بقى؟ لا ليه دي لا دي ليه دي يعني لغايه النهارده في حاجات خاصه جوه جهاز فني ما نتكلمش عليها. يعني لغايه 100 سنه ما انا خلاص. احنا خدنا القرار لاسباب، الاسباب دي بتاعتنا احنا. ما بس لو فنيه هنعرف عادي. ممكن يعني أصلي. ممكن فني، ممكن اي حاجه. بتركب تيم بتاع في مقارنات معينه. اتكلمنا كلنا في المقارنات. خدنا التيم ده بس. تمام اهو. ده يمين ولا شمال؟ ده السؤال اللي بعده. السؤال حلو ولا ايه؟ السؤال كان كويس. معقول. يلا. انا عايزه تسخن شويه بس. حاضر. لا مش هتسخن معايا خالص. لا مش عايزك تسخن، عايز الاسئله تسخن. انا بكلم لو كنت مدرب بكمل زمالي في الاعداد بس. لو كنت مدرب الاهلي، مين من لعيب الزمالك تحب تضمه؟ لا في ثلاث لعيبه عاجبني جدا في الزمالك. عملوا موسم رائع. ابتدي من الونش، امام عاشور، زيزو. انت لو خدت وبنشري لو قاعد كمان. انت عايز تفضي الفرقه. لا بجد يعني عامل موسم رائع. طبعاً. صراحه طبعا يعني. ومن احسن لعيبه الدوري بشكل عام يعني، ولاعيبه مصر بشكل عام. يا كريم لسه الدنيا حنينه. حسام هو اللي عامل الاسئله دي. حسام زايد. حسام زايد. الكابتن حسن شحاته كان هيمسك منتخب مصر بعد جيري، وانت كنت هتكون معاه. ايه الكواليس؟
ده كلام سليم مظبوط. بعد اجيري بعد ما خرجنا من جنوب افريقيا في مصر حصل اتصال مع كابتن حسن اتنين مسؤولين من اتحاد الكرة حد من اتحاد الكرة حد من بره اتحاد الكرة قعدوا معاه وكلفوه بكده كلمني رحت قعدت معاه فتقريبا قال له طب استنى في لجنة خماسية هتيجي اللجنة الخماسية هي اللي هتاخد القرار جات اللجنة الخماسية خدت قرار بعدم اسناد المهمة لكابتن حسن واسناد المهمة لكابتن حسن بدري وكابتن حسن طبعا لا عادي خلاص غضب بشدة أكيد لا مش يعني ما كابتن حسن هادي شوية طب انت اتضايقت؟ ايه؟ انت لا خالص لا خالص ما اتضايقش خالص موضوع الشغل ده خالص لكن حصل كلام انت بتقولي حصل كلام وانتوا اشتغلتوا كمان لا وقعدنا عملنا جلسات عمل يعني وتصور وجهاز المعاون مين وتصورات للمرحله ومن اللعيبه بكل مين هيبقى في الجهاز المعاون كان محمد شوقي وكان احمد حسن تقريبا وكان حراس مرمى كان مين كان في حد حراس مرمى مش عارف ايمن طاهر تقريبا كابتن ايمن طاهر خلي هنا عظيم احنا كده خدنا يمين ولا شمال احنا شمال انت عايزه في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كلمنا على الطقوس في البيت وجود مدام نهال زملكاوية أوبس دي الأسئلة السخنة دي بتاعت حسام زايد دي حسام زايد طبعا مدام زملكاوية من أيام ما كنت بلعب بس طبعا كانت بتشجعني أنا في ماتش الأهلي والزمالك بتشجع يعني هات جول بس الفرقة تخسر لا ما تخسرش والله ما المكسب فيه مكافآت أيوه لا دي قصة تانية دي لا لكن بعد ما اعتزلت على طول نهال طبعا قالت لي كفايه بقى هرجع بقى تاني هرجع زملكاوي تاني لا هي زملكاوي بس رجعت بقى درجه ثالثه درجه ثالثه طب قاعدين في البيت في ماتش اهلي وزمالك بيبقى الظروف عامله ازاي ما بتحبش تخرج معايا عشان ما نزلتش مع بعض لا هي بتبقى عصبيه انا اعتقد حضرتك كنت بتتفرج على ماتشات الاهلي حتى تبقى هادي خالص هادي جدا لا هادي جدا هادي جدا انت حضرتك شخصيه هاديه منتخب اهلي بتاع ونادرا ما بروح الاستاد يعني مش من محبي اللي انا اروح استاد يمكن اخر مره رحت دعوني اروح ماتش السنغال دعوة من اتحاد الكوره فرحت الصحبه حلوه اللي رايحين ومباراه مهمه زي مباراه السنغال يعني بنأزر الفريق القومي وكسبنا الحمد لله المباراه دي اللي كانت 1-0 في مصر طبعا يلا يا باشا حلو قوي لما تبقى مراتك يعني مش حلوه لا مش لا حلو والله العظيم حلو جدا والله يعني تنقل في مراه مش تعرف حد تاني يعني صح كده في بطولة كأس الأمم 2006 إيه اللي حصل في الفندق بعد وقاية ميدو وحسن شحاتة؟ ما حصلش حاجة في الفندق بص برضو كان القرار تبليغ ميدو أنا برضو لا والله والله سلمينك لميدو كنا في كنت عايز سلمك لميدو بعد المباراة تاني يوم الصبح بيبقى في تبرير استشفى كنا بنروح عند كابتن عائل شاكر بنعمل استشفى للعيبة كلها تلج وبتاع وتدليك وكل حاجة فالقرار جه ان ميدو مستبعد من ما يجيش اللي ما يرجعش الاوتيل يروح وما يجيش معانا فكابتن شوقي غريب قال لي بلغ ميدو التمرين ده بروح انا وشوقي يعني كابتن حسن ما بقاش موجود عشان ما في تهديك وبتاع انت بتتابع بس اللعيبه بلغته هو طبعا هو كان مستني القرار طبعا هو دي ما فيش مشاكل خالص دي هاديه وبتاع يمكن الطلب بعد كده كابتن سمير زاهر قال احنا ان شاء الله لو كسبنا النهائي ممكن ينزل يستلم ميداليات معانا ده اللي سمحوا لميدو بيه بس طبعا وقائع جامده جدا ازاي لعيب يرد على مدرب طبعا لا طبعا يعني فكانت الحته اللقطه اللي انت خلاص هو اعتذر قدام اللعيبه كلها وكابتن حسن واعتذر للجمهور واتكلم بشكل كويس بعد كده طبعا يعني في اندفاع نفسه يلعب وازاي يعني عايز يشارك طبيعي يمكن بس الموقف طبعا مش طبيعي الشكل وحش طبيعي يعني ممكن يستنى يخش جوه ممكن يعترض بشكل معين في اوضه اللبس ونقفل على نفسنا صحيح لكن الشكل كان قدام الناس كلها والناس والماتش متذاع على كتير جدا فضائيات كان شكله مش كويس ولكن هو اعتذر وبعد كده انضم للمنتخب بعد كده مظبوط واستبعد في قبل 2010 طيب لو خيروك تضحي ببطولتين افريقيا من الثلاثه اللي حققتهم مع منتخب مقابل تروح كاس العالم كنت هتوافق كان نفسنا نروح كاس العالم خساره الجيل ده بالجهاز الفني خساره بص وقعت السودان طبعا الجزائر ماتش الجزائر
احنا ما رحناش كاس العالم اداريا اداريا من اللي حصل في مصر. للاسف كان اللي حصل على فرقه الجزائر ليه ما تسيب يعني ايه اللي حصل؟ احنا كنا هناك ما حصلش حاجه خالص. يعني رحنا الجزائر لعبنا عادي جدا، الجمهور بيهيص وبيعمل طبيعي المناوشات، لكن ولا حصل اي ضرب ولا حصل اي حاجه، وقال لك تسمم. انا كنت من الناس اللي اتسممت في الجزائر، كذا واحد اتسمم. هم ما يصدوش اي حاجه. يعني مش من عندهم كمان، لا عادي ممكن تنزل تاكل اكل واحنا رايحين، ممكن لا قدر الله تبقى ممكن واحنا رايحين مثلا في الطياره مثلا، وانت في الطياره بالظبط في اي حته، ما هو استحاله اتعشينا جالنا التسمم بالزبط. اكيد اكل كنا واكلين الصبح، كنا اصلا يعني كان ممكن ده مش فجاه، مش من هناك خالص. بجد مش من هناك خالص. سبحان الله. كابتن حماده للاسف الوقت خلص. طيب مش هنكمل، هنكمل الاسئله دي واحنا ماشيين معه. بس شوف السؤال ده انت مسكته بقى على طول. الهلال اتهمك بالهروب قبل مواجهه الاهلي في افريقيا، لازم اقولها معلش. يلا بينا لو اعتذرنا معانا دقيقه. يلا الهلال طبعا ده كلام عارم الصحه تماما. الهلال كان بيني وبينه قضيه وكسبتها الحمد لله. الهلال ما نافسش بنود العقد بتاعي، ملوش دعوه بماتش الاهلي خالص خالص. هو يمكن دي اللي نجحتني في القضيه هناك، وكنت ممكن ارفع قضيه تعويض عليها كمان. استحاله انا راجل بروفيشنال، واستحاله اهرب عشان طب لو انا عايز اساعد الاهلي كنت هقعد في الهلال واعرف اساعد الاهلي كويس. صحيح. لكن اسيب المباراه؟ لا طبعا، ما حصلش كام ده عادي كده طبعا، تبقى اسوء بكتير. بس يعني ما هو ده الاسهل، ده الاسهل ان انا اقعد لكن للاسف طبعا ده مش اخلاقي. وربنا كرمني الحمد لله، كسبت القضيه في الاتحاد الدولي، وده برئتني بشكل كبير قدام جماهير الهلال. دايما طيب الذكرى يا كابتن حماده، ودايما سمعتك ما شاء الله سابقاك في كل الخير، بكل الانجازات كبطولات او حتى على مستوى الشخصي، شخصيه رائعه جدا. ربنا يخليك كابتن حماده، شرفت ونورت حقيقي، سعدت جدا بتواجدك معانا النهارده. ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا.